قد ما يحط الحيطة في الحذر في نفسه راح نقدروا نتجاوزوا هذه المرحلة تاع الوباء إن شاء الله. وبمناسبة الأفحى إن شاء الله يكون الجزائريين يعني إن شاء الله عيدكم سعيد وإن شاء الله ينعد علينا بالصحة ولهنا. صحة عيدكم وتعيدوا بالصحة ولهنا والتزموا بالإجراءات هذو باش إن شاء الله ينقص ويرفع علينا ربي الوباء هذا. المواطنين أن يلتزموا بالإجراءات الوقائية وخاصة التنقل بدون أسباب في الظرف. ونقول لكم صحة عيدكم ولجميع الجزائريين ويعطيكم الصحة. وبهذه المناسبة وباسم السيد رئيس أمن ولاية بومرداس وكذلك نيابة عن مستخدمي أمن ولاية بومرداس نتقدم بأحر التهاني وأطيب التبريكات لكافة الشعب الجزائري والأمة الإسلامية قاطبة. واش راكم خويا لاباس؟ راكم بخير؟ الصحة لاباس؟ الحمد لله. حنا رانا نديرو في الحملة التحسيسية خاصة بالوقاية من فيروس كورونا. واش عارف الفيروس هذا من فضلك؟ الفيروس هذا خطير وحنا نتمنى نديرو إجراءات تاعنا. واش نقولوا حنا يا ربي يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله. باش من الاجراءات اللي راهي دايرتها اسم الدوله تاعنا باش هكذا نقصوا لو ماكسيموم الناس هذو اللي راهم يتعرضوا للناس هذو ان شاء الله يا ربي. والشعب قد ما يكون عنده ياك وعي احنا بهذا الوعي تاعنا نقضيوا على الفيروس.